لتكون شخصية غامضة وجذابة. إليك 10 أسرار تساعدك على ذلك. أولاً، الثقة بالنفس. كن واثق جداً من نفسك واعتمد على قوتك الداخلية. ثانياً، الحفاظ على السرية. لا تكشف كل شيء عن حياتك وأفكارك، احتفظ ببعض الأشياء لنفسك. ثالثاً، التحدث بشكل هادئ ومستقر. تحدث بصوت منخفض وببطء، واجعل كلماتك مفهومة ومركزة. رابعاً، الاهتمام بالتفاصيل. كن حذراً ومنتبهاً للتفاصيل الصغيرة في الأشخاص والأماكن من حولك. خامساً، الابتعاد عن الدراما. تجنب الشكاوى المستمرة والمشاكل العاطفية الكبيرة. سادساً، الاحتفاظ بالمسافة الشخصية. لا تكن مفتوناً بالتقارب الجسدي الزائد، احترم مساحة الآخرين. سابعاً، الاستمتاع بالوحدة. احتضن الوقت الذي تقضيه بمفردك واستمتع بالاسترخاء والتأمل. ثامناً، الاهتمام بالمظهر الشخصي. اختر ملابس تعكس شخصيتك وتجعلك تبدو أنيقاً وجذاباً. تاسعاً، الاحتفاظ بالغموض. لا تكشف كل شيء عن نفسك في البداية، اترك بعض الألغاز للآخرين ليكتشفوها. عاشراً، الاستماع بعناية. كن مهتماً بما يقوله الآخرون واستمع بعناية لأفكارهم ومشاعرهم.